السلام عليكم. لو انت شركة عايزة تعمل مشروع كويس وعايزة الشركة تعمل لها البيم، فانت قدامك شركات كتير جدا، فانت ممكن تعمل تقييم بسيط جدا من خلال ال CBIX بيم اسسمنت فورم. البيم اسسمنت فورم دوت عبارة عن جدول اللي عايز يعمل مشروع البيم بيبدأ يجاوب عليه، بحيث نشوف هل هو فاهم البيم كويس وهل هو عنده استعداد ان هو يعمل بيم ولا لأ. فبتبقى الفورم اهيت بتطبعها وتديها لكل الناس اللي عايزين يشتغلوا. اول حاجه بيعرف اسم شركه البيم، بيعرف الشخص المسؤول، التليفون، الموبايل، الايميل، الموقع بتاعه. وبعد كده بقى بيبدا يجاوب على الاسئله، هل هو عنده ستاندرد ولا لا، هل هو شغال بالكود 1290 2007 ولا لا، هل هو شغال بالاكواد اللي ظهرت بعد كده، هل هو فاهم استراتيجية عمل البيم ولا لا. وتقول الإجابة بتاعته اهيت، وبعد كده بيجيب أدلة لو يقدر على الكلام دوت، الصف بتاعه عددهم قد ايه، كام واحد بيقدروا يشتغلوا ايه الادوات اللي هم شغالين بيها بالبيم وهكذا. وبعد كده بنبدا نشوف ال 12 ايه بتوع البيم، بيبدا يشوف هل هو فاهم الموضوع دوت ويقدر يعمله ولا لا، وبيقدم اللي ياكد الموضوع دوت. مثلا الفاسيلتي مانجمنت، اللايف سايكل بتاع المشروع، الكوانتيتي، الفيزواليزيشن، الكاش ديتكشن، بيبقى امثله للكلام دوت وشرح ليه، وهو يجاوب ويقول ادله على ان هو يقدر يعمل الحاجه دي ولا لا. وبعد كده بنطلب منه 3 مشاريع يدينا معلومات تؤكد كلامه. تمام، يعني مثلا اقول انا اشتغلت مثلا في مشروع المتحف، تمام، فده نقدر نتاكد من الناس اللي شغالين في المشروع دوت. وبعد كده نبدأ نشوف مدى القدرة في البيم عنده قد ايه، البيم بالنسبة له هو ايه، بالنسبة للصف بتاعه ازاي هو بيقدر يطور البيم، البيم وصل عنده لأنهي مرحلة، هل في ستاندرد داخلي جوه الشركة لموضوع البيم، بتقدر تطلع ال او دي كام، ايه هو مفهوم الكولابريشن عندك. فمن خلال الاسئله دي تقدر تحدد اني شركه اللي تقدر تشغل البيم، بحيث ان ميبقاش المعيار الوحيد هو السعر، لا، في حاجات كتيره جدا. يعني ممكن يكون في شركه بتقول لك انا هاخد المشروع ده على $10، تمام، وهتديك الشغل اي كلام، وشركه تانية بتقول لك على $100 وهتديك شغل ممتاز، او العكس، ممكن تكون في شركه هتديك $10 ومديك شغل كويس زي الفل، والشركه اللي هي $100 ديت مش فاهمين بيم وهيدوك حاجه ثلاثيه الابعاد ما تستفادش منها. فما بنخليش المعيار الوحيد هو السعر، لا، معيار اخر هو مدى فهمه للبيم ومدى اشتغله ببيم وايه قدرته ان هو يطلع لي مشروع كويس بكل المواصفات اللي انا عايزها.